تعكس المتاحف مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر. تمتلك مصر متاحف لها مكانة عالمية مثل المتحف المصري بالتحرير الذي ترجع أهميته لكونه أول متحف صمم ونفذ منذ البداية لكي يؤدي وظيفة المتحف، عكس ما كان شائعا في أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء والملوك إلى متاحف. وافتتح المتحف في موقعه الحالي بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني خلال عام 1902، وذلك بعد تنقل أثار المتحف أكثر من مرة بعدة مواقع حتى انتهى بها المطاف في المبنى الحالي. يتكون المتحف من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الأثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقا للتسلسل التاريخي. أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها عدد كبير من الكنوز الملكية. وفي نفس السياق وافقت مؤخرا لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على الترشيح المتحف المصري بالتحرير لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية. ليس المتحف المصري بالتحرير وحده الذي يحظى بمكانة عالمية، بل يعد المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، حيث يعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، الذي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، عن طريق إبراز التفاعل بين المصريين والأرض التي عاشوا عليها على مر التاريخ. وضع حجر أساس المتحف عام 2002، ويحتوي على العديد من القطع المميزة التي تساعد الزائرين على فهم الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة، بداية من عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصر المصري القديم واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي والعصر الحديث والمعاصر، هذا بالإضافة إلى المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في 3 إبريل من عام 2021 وسط موكب عالمي نجح في إبراز عظمة الحضارة المصرية. يحتوي المتحف على الكثير من قاعات العرض، منها قاعة العرض المؤقت التي توضح الحرف المصرية عبر العصور، وتعرض 4 حرف وهي الفخار والأخشاب والنسيج والحلي ونحو 400 قطعة أثرية من مختلف العصور وغيرها من القاعات الأخرى. تزخر مصر بالعديد من المتاحف الأخرى النادرة، منها متحف المركبات الملكية الواقع في بولاق أبو العلا الذي يعد من أندر المتاحف، فهو الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا. ويضم المتحف الذي أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل مجموعة رائعة من المقتنيات، من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، إضافة إلى مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى الحقبة التاريخية نفسها.